لازم يكون في ثواب وفي عقاب، بس ايه شكل هو بقى؟ العقاب ازاي ايه؟ ازاي؟ اولا ابعد تماما عن فكره التربيه بالضرب، يعني اقصى ضرب ممكن اضربه زي ما كان الرسول ساعات يعمل لبناته ويضربها السلام. ضربه خفيفه على اليد، اكثر من كده لا، لان الضرب بيخلي الطفل يستسيغ الضرب بعد كده. هي ماما اخيرا ايه هتضربني يعني؟ بسيط ده انا وهغلب هدغدغ تاني الدنيا الضرب. كلها حواليا. ممكن استعمل اساليب مختلفه، ان انا قعدته في اوضه انا عارف ان الاوضه دي منوره واوضه تهويه فيها كويسه، يعني اقفل عليه وابقى قاعده ورا الباب بتاع الاوضه، بعاقبه بالطريقه دي شويه واقعده مثلا من دقيقه لدقيقتين، يعني مش كتير، وده على حسب سن الطفل كمان، من 3 سنين او 4 سنين بنبدا نعمل ده لو الاوضه امان ما فيهاش اي خطوره عليه، او اقعده في نوتي كورنر كده على جنب وابقى بتكلم معاه، هو قاعد على الكرسي بتاعه وانا بتكلم، اللي انت عملته ده غلط، لازم استخدم لغه الحوار مع الطفل، يعني انا مش هعرفه غلطته غير لو اتكلمت معاه، طب ايه الصح يا مامي او يا بابي؟ الصح 1 2 3، وانا ابدا اعمل معاه الصح ده في البيت عشان يكتسبه مني. يعني تمام. مثلا فرضا، ودي بتجيلنا كتير قوي في الاستشارات، يبقى الاب بيعمل تصرف فيقول لابنه ايه، ما تقولش لماما ان احنا عملنا كده، اوعى تقول لماما، ده سر بيننا وبين بعض كده بيعلمه كده. كذب. فالطفل نفسه لما بيكبر بيبدا يكذب، فبابا يقول له لا يا ولد عيب ما تكذبش، طب انت نفسك كذبت عليا. فاحنا اللي بنخلي الطفل في سنين عمره الاولى يكتسب السلوك الكويس، سواء هيكذب هيزعق، لو البيت هادي دايما في نقاش وهدوء، يعني نقاش هادي بينا ما فيهوش اي عصبيه، الطفل هيطلع طفل هادي ما بيتعصبش ويتشنج ويتنرفز. تمام يا رضوى. طيب دلوقتي عايزين نعرف الشكل العام لحد رايح يقدم في وظيفة، مثلا كان راجل أو بنت، يبقى بيتكلم إزاي، لابس إيه، شكله كله بشكل عام يعني. طيب مبدئيا أغلب التابوهات اللي احنا عارفينها أو الشكل اللي احنا عارفينه للانترفيو، مثلا لو شخص رايح يعمل مقابلة شغل، بيبقى إن هو لابس فورمال، ولكن في اكتر من شكل. انا قبل ما بروح اعمل انترفيو دوت، لو الاعلان بتاع الوظيفه نازل برقم تليفون مثلا او الشركه اللي انا تواصلت معاها عن طريق الايميل، كلموني في التليفون، بسال سؤال مهم جدا، الانترفيو فورمال ولا كاجوال؟ لان احيانا في شركات ما بيكونش الشغل بتاعها انت لازم تيجي لابس بدله، ممكن تيجي لابس اي لبس عادي تاني، اهم حاجه عندنا المهارات بتاعتك. فانا بسال السؤال ده، الشخص اللي بيرد عليا بيحدد لي فعلا بيعملوا كده زي شركات كتير قوي بتاعت اي ايفنت. في شركات ليها علاقه بالاتصالات، اغلب شركات الاتصالات مش بالضروره ان انت تيجي لابس بدله الا لو هتتعامل مع عملاء، غير كده اي حد بيتعامل باك ستيج او حد بيتعامل على مكتب مش بالضروره تيجي لابس بدله. فانا لازم اسال السؤال ده مهم، لما بساله بيتم الاجابه عليا والرد، يقول لي لا تعالى فورمال او تعالى كاجوال او باي لبس انت عايزه. تمام. ابقى حريصه ان انا بروح في الميعاد مظبوط كويس جدا. لو انا مثلا متطلب مني البس بدله، احاول على قد ما اقدر احلق دقني تبقى دقني كويسه، لو انا بنت ابقى لابسه طرحه او شعري معمول وبيلمع شكله كويس مش بنبهدل، ما احطش مانيكير او ميك اب اوفر، يبقى الحاجه هاديه شويه علشان الشخص الانترفيور خصوصا لو كان راجل يبقى بيركز على الكلام اللي انا بقوله، مش بيركز على كميه التفاصيل او البهرجه الزياده اللي موجوده عندي. صح. بلبس شوز اقصى حد ليه 5 سنتي او 3 سنتي علشان ما يعملش صوت وانا ماشيه، ما بقاش رايحه بلفت النظر لشكلي. البدله بتاعتي الرجاله بتبقى محصوره في عدد من الالوان، بني ألوان او رمادي أو او اسود. البنات كل الالوان اللي هي بالنسبه لها متاحه، بس ما بفضلش ان انا البس الالوان الفاقعه او الكالرفول قوي اللي هي زي الاحمر مثلا، ببعد خالص عن الاحمر على قد ما اقدر. احط برفيوم هادي وابقى عارف ان في فرق بين البرفيوم العملي او البرفيوم النهاري والبرفيوم بتاع بالليل. في برفيوم معينه ما ينفعش ان انا ارشها بالنهار خالص في وقت الشغل بتاعي. ده اللي هو الشكل العام للتقديم للوظيفه. بالظبط.